بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرتنا النهارده ان شاء الله هتتكلم على المالجنت تيومرز اوف ذا بريست، يعني هنتكلم على بعض السبيسيفيك تايبس والكومن تايبس اوف بريست كانسر، المورفولوجي بتاعها، الجروس والمايكروسكوبيك بيكتشر. طبعا احنا اتكلمنا امبارح على البروجنوستيك فاكتورز والريسك فاكتورز والموليكولار كلاسيفيكيشن، وانا اعتقد ان دي يعني يمكن اهم محاضره في محاضرات البريست كلها، ان انت يعني تبقى عارف الريسك فاكتورز والبروجنوزيس والحاجات اللي زي كده، هو ده يعني ايه اساس الموضوع. كون بقى التشخيص الهيستوباثولوجي ده يعني معتمد شويه على الباثولوجيستس اكتر، يعني هو تخصص باثولوجي اكتر، لكن ان انت تبقى عارف الحاجات بقى اللي هي مرتبطه بالكلينيكال، البروجنوزيس، الريسك، الموليكيولار، ده كله يعني يعتبر ان معظم البرانشز بتاعت الميديسين بتتكلم فيه، فده يعتبر معلومات اساسيه للناس كلها. تمام. النهارده يعني محاضره النهارده هتبقى مركزه اكتر على الايه التايبس اوف بريست كارسينوما. تمام. طبعا هنتكلم هنسترجع مع بعض كده في الاول ايه الكلاسيفيكيشن اوف بريست كانسر. تمام. طبعا احنا بنقسمها لانسايتو كارسينوما اند انفيزيف كارسينوما. تمام. الانسايتو ده بنقسمه برضو ليه، اللي هو الانسايتو كارسينوما دي طالعه من الدكتس ولا من اللوبيولز. تمام. لو الاوريجين بتاعها من الضغط الابيثيليال سيلز بنقول عليها انسايتو ضغطه الكارسينوما او ضغطه الكارسينوما انسايتو، واللوبيولار لو هي طالعه من اللوبيولز بتاعه البريست فبنقول عليها انسايتو لوبيولار كارسينوما. تمام. الانسايتو ضغطه دي مايكروسكوبيكالي ليها اشكال كتير. تمام. وتقريبا برضو يعني غالبا في اشكال منها معينه بتبقى دايما هاي جريد انسايتو كارسينوما. يعني ايه هاي جريد؟ بيبقى المورفولوجي بتاع النيوكلياي فيها والسيتولوجيكال فيتشرز بتبقى فيها هايلي مالجنانت، اتيبيا وميتوزيس. تمام. فبتبقى يعني هاي جريد، فبنخاف منها اكتر من الحاجات اللي هي بتبقى لو جريد، وان كان الاثنين برضو الريسك اوف ديفلوبينج اوف انفيزيف كارسينوما بعدهم زي بعضه. تمام. لكن يعني الهاي جريد برضو بتبقى اما بنشوفها في الشريحه بندور اكتر على مايكرو انفيجن او بدايه الانفيجن، فدي بتبقى مؤلمه اكتر بالنسبه لنا. يبقى الانسايتو كارسينوما بنقسمها ليه، انسايتو داكتال، انسايتو لوبيولار. الداكتال زي ما قلنا فيه مايكروسكوبيك مايكروسكوبيك ابييرنسز ليها كتير، زي ايه؟ زي انها تكون سوليد او كوميدو او حاجه اسمها كريبريفورم او بابلري او حتى مايكروبابلري. كل الخمس انواع دول مايكروسكوبيك ابييرنس للايه، الانسايتو داكتال كارسينوما. لكن الانسايتو لوبيولار كارسينوما دي هي بيبقى شكلها واحد في كل حته، يعني ملهاش باترنز، هو انسايتو لوبيولار كارسينوما اللوبيولز بتبقى ديستندد بالايه المالجنت سيلز وخلاص، وهنشوف طبعا وهنتكلم عليها بالتفصيل ونشوف المايكروسكوبيك ابييرنس بتاعها عامل ازاي. بالنسبه للانفيزيف او انفلتريتنج كارسينوما برضو بيقسموها لانفيزيف او انفلتريتنج ductal كارسينوما اللي هي جايه برضو من الductal epithelium او انفيزيف lobular كارسينوما. تمام. يبقى برضو زي ما قسمنا الانسايتو بنقسم الانفيزيف يا اما ductal يا اما lobular. مش بس كده، في بقى انواع ثانيه كتيرة موجودة مايكروسكوبيك ابيرنس، زي ايه؟ زي الميدلري كارسينوما، زي الميوكويد كارسينوما، وساعات نقول عليها كولويد كارسينوما اوف ذا بريست. تمام. في حاجة تانية اسمها تيوبولار كارسينوما، ان المالجنت تيومر كله يبقى عامل لي تيوبيولز والفورم تيوبيولز او يعني زي جلانديولار ستراكشرز كده، وليها الانفيزيف كرايتيريا عادي جدا. تمام. فده بيعتبر مور ويل ديفرنشيتد تيومر، وطبعا الجريد بتاعته بتبقى احسن، بتبقى غالبا جريد 1 وبيبقى البروجنوزس بتاعه احسن. تمام. في بقى سبيسيفيك تايبس ثانيه بقى زي الادينويد سيستيك كارسينوما، سكريتوري كارسينوما، في حاجه اسمها مثلا ايبوكراين كارسينوما، كل دي انواع ثانيه من الايه، من المالجنت بريست تيومرز. طبعا احنا مش هنتعرض ليها في المحاضره بتاعتنا النهارده، هي تعتبر اكتر يعني اي كبوست جراديويت، لكن احنا في كاندر جراديويت يهمنا الايه الحاجات اللي هي مور كومن والحاجات اللي احنا بنشوفها كتير في البريست. هنبتدي كلامنا على الكارسينوما انسايتو. هنبتدي بالانسايتو ده معناه ايه؟ معناه ان في مالجنانت سيلز لكنها لسه لوكالايزد جوه البيزمنت ممبرين بتاع الضغط، يعني في ضغط ديستندد باي مالجنانت بروليفريشن اوف سيلز. تمام. لكن هي لسه متحدده بالانتاكت بيزمنت ممبرين حواليها. تمام. لسه ما طلعتش بره البيزمنت ممبرين. ممكن تكون دي في الضغط زي ما قلنا، وممكن تكون في اللوبيولز. تمام. الانسايتو كارسينوما تعتبر نون ميتاستازايزنج لان هي لسه طبعا ما عملتش انفيجن، فهي ما بنخافش يعني ان
لو حتى واحد عنده اكستنسيف او فيميل عندها اكستنسيف انسايتو كارسينوما، طبعا هو ما بيبقاش فيها ليمف نود ميتاستاسيس، وبالطبيعي برضه ما فيهاش ديستانت ميتاستاسيس، فهي بتبقى في البروجنوز بتاعها طبعا احسن. لكن المشكله في الانسايتو برضه ان هي ممكن تيجي، يعني زي مثلا عندك الانسايتو لوبيلر كارسينوما، ان احنا ممكن نعمل كونزرفتيف سيرجري ونشيل الجزء اللي معاه الانسايتو ده او اللي فيه الانسايتو، لكن الفيميل بتبقى برضو لسه عندها ريسك انها تديفولوب كارسينوما حتى في الاذر بريست اللي ممكن ما يكونش فيه اي انسايتو ليجنز. تمام، هو الريسك بتاع خاصه الانسايتو لوبيلار كارسينوما دي مشكلتها في كده، ان هي ممكن نشيل الجزء ده ونبقى ونتابع وكل حاجه، لكن انها تيجي بكارسينوما انفيزيف كارسينوما في الكونترالاترال بريست. تمام، فهو موضوع بقى البروجنوزس فيها والريسك اوف ديفلوبينج كانسر ده موضوع كبير جدا يعني. تمام، بس هو يعني على مستوانا كده ان احنا ممكن نعمل فولو اب، ان احنا ممكن نعمل كونزرفاتيف سيرجري، وطبعا بنتابع البيشنت اول باول عشان لو في اي ديفلوبمنت وماموجرافي وكل حاجه، لا عشان لو حصل ديفلوبمنت لاي بريست ليجن او اب نورمال دينستي او اي حاجه، بنبتدي على طول ان احنا ناخد منها بايوبسي ونشوف الليجن ده عباره عن ايه. تمام، انما الكارسينوما انسايتو في حد ذاتها دي نون ميتاستاسايزنج، دي حاجه لوكالايزد جوه البيزمنت ممبرين بتاع الدكتس او اللوبيوز. بيقول ان الجينيتك ابنورماليتيز اللي بتبقى في السيلز اللي هي بتاعه الكارسينوما انسايتو ليها نفس الكرايتيريا بتاعه الانفيزيف كانسر، يعني بيقول لك ان ده هو البريكيرسور ليجن او الايرلي ليجن اللي بيجي قبل الانفيزيف كارسينوما ان يبقى فيه انسايتو ليجن، ده طبيعي ومتعودين عليه في كل حته فيها انسايتو ليجنز. تمام، الدكتور كارسينوما انسايتو دي غالبا بتبقى يعني ما فيش بالبابول ماس، ممكن تبقى اكسيدنتالي ديسكفر بكده في الايه في الماموجرافي، حد بيعمل طول الوقت فولو اب ماموجرافي. طبعا ممكن الثقافه دي ما تكونش عندنا هنا في الشرق او في العرب يعني كتير، لكن طبعا في الويسترن وفي يوروب وكده على طول بيبقى في ريجولار تشيك اب وبيعملوا على طول ماموجرافي وكده عشان يتابعوا ويشوفوا اي لو في اي ابنورمال دينسيتي او اي حاجه ظهرت او مايكرو كالسيفيكيشن، اي حاجه بتظهر في الماموجرافي بيبتدوا على طول يتعاملوا معاها ويشوفوا اللاين اوف تريتمنت هتمشي ازاي. تمام، لكن الكارسينوما انسايتو بحد ذاتها ممكن ما تعمليش خالص بريست ماس، انما تبقى الريجولار دينيسيتيز كده او انها بتبقى في الماموجرافي عباره عن مايكرو كالسيفيكيشن سسبيشس كالسيفيكيشن. تمام، وطبعا بقى لو انت شايل عينه عندك حاجه بتاعت راديكال ماستكتومي عشان بريست كانسر او كده، طبعا بتدور فيها كويس قوي على الانسايتو ليجن، وغالبا بتلاقي يعني معظم الحالات بتاعت الانفيزيف كارسينوما بتلاقي في البايوبسي فيها انسايتو ليجن. وفي الريبورتنج دلوقتي في التقرير اللي احنا بنكتبه كباثولوجيست لازم تكتب نسبه الانسايتو ليجنز اللي موجوده عندك. تمام، لان ده زي ما قلنا بن ايه بنعمل بيه زي من البروجنوستيك فاكتورز كده اللي هي بت ايه عشان الفولو اب بتاعه البيشنت. طيب جروسلي لو احنا بقى شلنا العينه لقينا في كالسيفيكيشن في الماموجرافي وابتدينا نتعامل وشلنا جزء من الايه من البريست اللي احنا حاسين ان هو فيه سسبشن ده، تمام، بنلاقي ايه في الجروس؟ ممكن ما نلاقيش حاجه خالص، ما نلاقيش اي حاجه تبقى باينه جروسلي. ممكن نلاقي لو هي من النوع الكوميدو اندكتر كارسينوما، ده بيبقى فيه سنترال نيكروزس كده في الدكتس. تمام، فممكن نشوف النيكروتيك فوساي دي شويه، ممكن نشوفها وحواليها دنس فايبروتيك استروما ممكن نشوف، لكن ممكن ما نشوفش حاجه خالص او ما تبقاش باينه في الجروس ابييرنس. انما طبعا في الميكروسكوبيك زي ما قلنا بيبقى فيه انواع كتير حوالي 5 تايبس من الكارسينوما انسايتو. هنبتدي باول نوع اللي هو الكوميدو كارسينوما. كوميدو كارسينوما ده معناه ايه؟ معناه ان في الدكتس زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الدكتس دي فيها مالجنانت سيلز، في بروليفريشن دي المالجنانت ductal epithelial سيلز اللي هو المونوكلونس او اللي هو المونوكلونال، يعني اللي هي الابيثيليال بس، اليومينال سيلز بس هي اللي فيها بروليفريشن. تمام، زي ما احنا متفقين كده من المحاضره اللي فاتت ان في السايتو وفي الاتيبيكال هايبرفليجيا ده كلونال اكسبانشن، يعني ايه؟ يعني وان تايب اوف سيل هو اللي بيحصل فيه اكسبانشن اللي هي الايه اليومينال سيلز، لكن المايو ابيثيليال سيلز مش موجوده ابدا هنا جوه في اليومن. هنا المايو ابيثيليال سيلز موجوده بره بس على البريفري بتاعه الايه بتاعه الدكتس بالشكل ده. تمام، انما كل اللي جوه دول خلايا من نوع واحد بس اللي هو الابيثيليال سيلز، وفي السنترال بارت بتاعها ده دايما بيكون فيه نيكروزس. تمام، نيكروزس في السنترال بارت وبالتالي بيبقى دايما برضو معاه كالسيفيكيشن.
تمام. ده طبعا النوع اللي هو الايه ديستروفيك كالسيفيكيشن اللي بيحصل على النكروتيك تيشوز. فهنا في نكروزس وعليه كالسيفيكيشن واضح جدا. هو الكالسيفيكيشن ده برضو من اهم السسبيشال ساينز اللي بتبقى موجوده في الراديولوجي. ده بيتاخد فيه محاضرات وبيتعمل عليه مؤتمرات، حكايه المايكرو كالسيفيكيشن والماكرو كالسيفيكيشن وايه الفرق ما بينهم وايه الليجنز اللي بتعمل كده والليجنز اللي بتعمل كده. موضوع كبير جدا جدا جدا. تمام، احنا خلينا على قدنا دلوقتي ان احنا نعرف ان الكوميدو انسايتو داكتال كارسينوما دي بيبقى فيها ايه سنترال اريا اوف نيكروزس وبيبقى معاها كالسيفيكيشن. تمام، والسيلز بقى نفسها اللي هي المالجنت بروليفريشن دي، الخلايا دي دايما بتكون اوف هاي جريد. يعني هاي جريد يعني ايه؟ يعني بيبقى فيها بليمورفيزم جامد، بيبقى فيها هايبر كروميجيا، هاي ان سي ريشيو، مايتوتيك فيجرز. دايما الكوميدو كارسينوما دي بتبقى هاي جريد نيوكلياي وهاي جريد فيتشرز اوف مالجنسي. لكن طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده لسه جوه الضغط في البيزمنت ميمبرين بتاعنا لسه انتكت، وغالبا بيبقى حواليها كمان شويه اكسسيف فايبروزس كده وانفلاميشن، عشان برضو ده نوع من الاميونيتي بتاعت الجسم ان هو يحاول ان هو ان يحافظ على الكارسينوما دي جوه، ما نطلعهاش بره على قد ما نقدر يعني. تمام، ده بالنسبه للكوميدو كارسينوم. النوع الثاني اللي هو الكريبريفورم تايب، تمام، ده برضو بيبقى بروليفريشن برضو من المالجنت اكسيليال سيلز جوه برضو في الضغط، لكن لها كريتيريا معينه انها دايما بتعمل لي ايه اليومينال او مالتيبل فينستريتا او مالتيبل اوبننجز كده، اللي هو عامله زي الايه الكريبريفورم اللي هو زي الغربال. يعني عارفين الغربال بيبقى طبعا فيه خروم كتير كده، هي برضو بتبقى عامله الايه الدوائر او الاوبننجز الكتيره دي. تمام، مالتيبل يونتس. الكاركترستيك قوي للكريبري فورم ضغط الكارسينوما انها اليومنز بتاعتها او الاوبننجز بتاعتها دي بيبقى الدوائر بتاعتها مرسومه بالملي، يعني مفيش حاجه سليت لايك ولا حاجه معرجه ولا كده، لا كلهم راوندد ستريكتلي راوندد كلين بامشت اوت ابييرنس زي ما هو مكتوب وزي ما انت شايف كده بالظبط. الدايره مرسومه كانها مرسومه بالايه بالظبط يعني. تمام، وبرده ممكن يكون معاها شويه كالسيفيكيشن. تمام، لكن المميز قوي ان الخلايا دي ما بتبقاش هاي جريد زي بتاعه الايه الكوميدو كارسينوما، ممكن يكون فيها مايلد ومودريت سايتولوجيكال اتيبيا والميتوتيك اكتيفيتي فيها بيبقى قليل. تمام، ده بالنسبه للكريبري فورم تايب. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو السوليد تايب، برضو السوليد تايب ده دي الداكتس برضو اهي فيها البروليفريشن اوف سيلز. تمام، برضو السيلز ممكن تكون مايلد ومودريت نيوكلير اتيبيا. تمام، وكمان بيبقى الخلايا فيها بقى هنا ما فيهاش اوبننجز خالص، ما فيش اي فينستريت زي ما انت شايف كده، الخلايا كلها عامله ديفيوز شيت كده، هم كلهم جنب بعض حتى مش عاملين اوفرلابنج ولا حاجه، هم بس ماليين الايه ماليين الداكتس وعاملين لها اوفر ديستنشن كده، لكن ما فيش اوفرلابنج ولا حاجه، وكلهم ما فيش اي ليومينال اوبننجز ولا حاجه، كلهم الخلايا عباره عن مالجنت ابيثيليال داكتال ابيثيليال سيلز، وزي ما قلنا برضو المايو ابيثيليال موجود بس بره على البيزمنت ممبرين كده. تمام، ده بالنسبه للسوليد تايب. بعد كده في المايكرو بابيلاري تايب. المايكرو بابيلاري برضو الداكتس بتبقى الكل اللي جواها السيلز اللي جوه الضغط دي اللي هي المالجنت بروليفريشن ده عامل لي حاجه اسمها مايكرو بابلري. مايكرو بابيلي يعني بابيلي من يعني بابلري تاكس او بروليفريشن كده من غير ما يكون ليها فايبروفاسكولار كور. احنا دايما عارفين ان البابيلي او الترو بابيلي دايما بيكون ليها كور وليها كفر. تمام، لكن في ما نقول بقى مايكرو بابيلي، كلمه مايكرو بابيلي دي معناها ايه؟ معناها ان في بروليفريشن للسيلز طايره كده جوه في النص في اليومن كده، رايحه ناحيه اليومن، لكن ملهاش فايبروفاسكولار كور، فدي بنقول عليها مايكرو بابيلي. واحيانا على فكره برضو الدكتور انسايتو كارسينوما تكون عامله ترو بابلري عادي يعني. تمام، يبقى ممكن تكون بابلري او مايكرو بابلري. تمام، الخلايا برضو بيكون فيها مينيمال سيتولوجيكال اتيبيا، طبعا كلهم عباره عن زي ما متفقين الكلمه الثابته في كل الدكتور كارسينوما انسايتو ان ده مونوكلونال بروليفريشن للسيلز اللي هي الدكتور ابيثيليال سيلز، هو وان تايب اوف سيل، لكن الماي ابيثيليوم بره على البريفري. تمام، ده بالنسبه للتايبس بتاعه الكارسينوما انسايتو. يهمني اعرف ان هم الاربع انواع او الخمس انواع بتوعي، وان انا اعرف بس الايه الخلايا ايه والشكل بتاعهم، عشان السوليد يبقى كلها ما فيهاش فينستريتا، الكريبري فورم فيها مالتيبل اوبننجز، الكوميدو فيها سنترال نيكروز والكوميدو دايما هاي جريد. تمام، والمايكرو بابلري والبابلري.
موضوع سهل ان شاء الله وبسيط. ده بس بيوضح لي الصوره دي بتوضح لي الايه التدرج بقى بتاع الليجنز من اول ما تبقى نورمال سيلز نورمال ابيثيليوم وحواليها المايو ابيثيليوم. شويه يحصل ductal hyperplasia، وقلنا الهايبر بليجيا بتحصل على مستوى التو سيلز اللي هم اليومينال سيلز والمايو ابيثيليال سيلز اللي بره. تمام. بعد كده الاتيبيكال ductal hyperplasia يبتدي يحصل الايه البروليفريشن للايه الابيثيليال سيلز بس، وتفضل المايو ابيثيليال سيلز بره زي ما هي، ويبتدي يظهر عندي مالتيبل برضو ايه اوبننجز. تمام. بعد كده تبتدي تتحول لductal carcinoma insitu، اي نوع بقى كوميدو سوليد كريبريفورم اي نوع. بعد كده بيحصل انفيجن، تبتدي الductal سيلز دي المالجنانت ابيثيليال سيلز دي تبتدي تعمل انفيجن بقى للبيزمنت ممبرين، وتبتدي تبدا الانفيجن بقى مايكرو انفيجن. بعد كده طبعا يبقى فرانكلي انفيزيف كانسر، ويبقى ناخد بقى صوره الايه المالجنانت ماس بايه بكل الكرايتيريا بتاعتها اللي احنا هنقولها دلوقتي. تمام. تمام. ده برضو منظر تاني للكريبريفورم اللي هو فوق ده. الكريبريفورم شايفين الاوبننجز دايما تحسها انها مدوره ومرسومه بالملي، واحيانا يكون فيها سكريشنز ويحصل عليها برضو كالسيفيكيشن. تمام. الكوميدو تايب بيبقى معاه سنترال نيكروزس ويبقى معاه برضو كالسيفيكيشن. ندخل بقى بعد كده، بدأنا بالانسايتو ductal carcinoma، هندخل على الانفلتريتف ductal carcinoma. تمام. او الانفلتريتنج ductal carcinoma not otherwise specified او الاسم الجديد بتاعها of no specific type. تمام. هو كل يعني كل دي اساميها اللي هي الاي دي سي ان او اس، او الانفلتريتنج ductal carcinoma not otherwise specified او of no special type، يعني ما لهاش special مايكروسكوبيك فيتشر، ممكن تاخد اي شكل، تاخد نست السوليد شيتس كوردس زي ما هنتكلم دلوقتي في شكلها تحت الميكروسكوب. الانفلتريتنج ductal carcinoma ده هو الموست كومنلي دايجنوزد مايكروسكوبيك ابييرنس للايه للبريست كانسر، يعني معظم البريست كانسرز اللي احنا بنشخصها بتطلع انفلتريتنج ductal carcinoma. تمام. ده الحاجه اللي يعني معلومه لازم تعرفها، هو الموست كومن، هو اللي منتشر قوي ان تبقى البريست كارسينوما دي اي دي تي، هو انفلتريتنج ductal carcinoma. الايدج اوف برزنتيشن بتاعها زي الكارسينوما العاديه من 40 ل 60 سنه. الريسك فاكتورز بقى زي ما اتكلمنا عليها امبارح زي البوزيتيف فاميلي هيستوري، الايرلي منستريشن او الايرلي مينوركي والليت مينوبوز والنالي باراتي، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها امبارح واتكلمنا عليها بالتفصيل وعرفنا علاقتها بالايه البريست كانسر. تمام. دايما بتبقى presented by palpable mass، يعني رير قوي ان انت تبقى ان واحده جايه تعمل ماموجرافي الريجولار تشيك اب او روتين كده ونلاقي عندها اي دي سي، ده رير. الكومن اللي احنا بنشوفه اكتر ان هي بتبقى فعلا presented بماس، الفيميل جايه تقول لك انا عندي كلكوعه في صدري، انا حاسه في حاجه مكلكعه تحت ايدي اهي، يبقى هي دايما بتبقى presented ب palpable mass. تمام. وممكن كمان معاها ده لو palpable mass بس ده يبقى early، غالبا بقى بيبقى معاها سكين مانيفيستيشن زي النيبل ريتراكشن، زي حاجه اسمها البوتو رانج اللي هو السكين بتاع البريست ده يبقى فيه ايديما وبيبقى فيه بيتنج ايديما كده. تمام. يعني بيبقى فيها نقط كده من مكان الهير فوليكلز. تمام. او يبقى بريزنتد باي نيبل تشارج لو هو تحت النيبل على طول او في المنطقه بتاعه الريترو اريولا. تمام. فده بيختلف بقى البرزنتيشن على حسب الايه السايت بتاع المالجنانت ماس او مالجنانت تيومر ده اللي هو الاي دي سي في البريست نفسه. تمام. طيب جروسلي بتبقى عامله ازاي؟ غالبا الانفلتريتنج ductal carcinoma بتبقى نون كابسوليتد، وابدا عمرها ما تكون كابسوليتد، دايما بتكون نون كابسوليتد، ده مالجنانت تيومر. بتبقى الكونسيستنسي بتاعتها هارد. ليه الكونسيستنسي هارد؟ لان دايما بيبقى فيها اكسسيف فايبروزس اند ديزموبلاستيك رياكشن، فده بيدي للتيومر الهاردنس بتاعته. كنا زمان بيقول عليها اسم اللي هو سكيرس كارسينوما او الكارسينوما الناشفه، كلمه سكيرس دي يعني ناشفه او جامده. ليه هي ناشفه او جامده؟ من الاكسسيف فايبروزس والديزموبلاستيك رياكشن اللي موجود فيها. والاوتلاينز بتاعتها او المارجنز بتاعتها دايما بتكون الريجولار اند سبايكي. تمام. اللي هي ماس وليها ايه مشعبه كده داخله في قلب الايه الفاتي تيشو اللي حواليها زي ما هنشوف في الصوره دلوقتي. الكات سيكشن بتاعها غالبا بتبقى جريش وايت الا لو كان فيها يعني اكسسيف هيموريدج او نيكروزس او حاجه، وده ممكن نكون بنشوفه اكتر دلوقتي لان معظم التيومرز دلوقتي بيتاخد لها كيمو ثيرابي قبل السيرجري، فالكيمو ثيرابي بيبتدي يعمل نيكروزس للايه للمالجنانت سيلز، فبتدينا نشوف ان الاي دي سي بيبقى معاها كميه كبيره من النيكروزس. ليه؟ لان احنا بندي كيمو ثيرابي قبل السيرجري. تمام. فده بيبقى كنوع من الريسبونس للكيمو ثيرابي ان التيومر سيلز يحصل فيها نيكروز.
طيب الموست كومن سايت في الانفلتريتنج داكتال كارسينوما انها تكون في الابر اوتر كوادرنت اوف ذا بريست. احنا طبعا بنقسم البريست لكوادرنتس، تمام؟ ده ابر اوتر، تمام؟ ده ابر انر، تمام؟ ده لور اوتر وده لور انر، تمام؟ ده مثلا ده الرايت بريست، والناحيه الثانيه برضو الليفت بريست بيبقى يتقسم نفس الايه، نفس التقسيمه دي. دول البريست ايه كوادرنتس، تمام؟ الكات سيكشن بقى بتاعي بيبقى دايما لونه ابيض، ممكن يكون معاه كالسيفيكيشن، ممكن يكون غالبا بيقول لك ان هو بيبقى كونكيف. يعني ايه كونكيف؟ يعني تيومر السيرفيس بتاع التيومر كده داخل لجوه شويه. ليه؟ من الفايبروس تيشو والريتراكشن اللي حصل فيه، تمام؟ كميه فايبروس تيشو بتبقى في الانفلتريتنج داكتال كارسينوما دي كتير جدا، فتحس ان التيومر كده اول ما تقطعه وتبص على الكات سيكشن بتاعه تحس ان هو راجع لورا، في ايه كونكافيتي كده، تمام؟ على عكس واحد تاني ما نيجي عليه دلوقتي هنقول لك ان هو كونفكس، طالع بلجنج كده، طالع لبره من كتر الخلايا اللي جواه، تمام؟ اللي هي طبعا هتبقى المدلري كارسينوم. ممكن زي ما قلنا نلاقي نكروزس التيومر واحنا بنقطعه بيديني احساس اسمه الجريتي سنسيشن. يعني ايه الجريتي سنسيشن ده؟ عارف انت لما تيجي تقطع تفاحه خضراء او كمثريه خضراء، تمام؟ وانت بتقطعها بتحس بطبقه كده، او بتحس بايه؟ باحساس انها ناشفه كده تحت ايدك، تمام؟ عارفين انتوا الاحساس ده؟ هو برضو لما تيجي تقطع فيه السكيرس كارسينوما دي او الاي دي سي بتبقى تديك نفس الاحساس، لانها زي ما قلنا فيها كميه فايبرس تشو كتير، وان احنا بنقول عليه طبعا اسمه بلاستيك رياكشن، ده بيبقى كتير قوي في حاله الاي دي سي، فبيديني احساس الايه؟ الجريتنس ده، او ان الكارسينوما اللي قدامي او المالجنت تيومر اللي انا بتعامل معاه ده ناشف قوي وفيه كميه فايبرس تشو كتيره. طبعا برضو زي ما قلنا السكين كفرنج ده ممكن نلاقي السكين تشينجز او اكزيما او اريسيما، اي حاجه من دي بتبقى موجوده على السكين سيرفس. ادي شكل التيومر اهو اللي احنا بنتكلم عليه، تمام؟ شايفين الريجولر طبعا اوت لاين، تمام؟ عامل انفلتريشن للسراوندنج فاتي بريست تيشو، تمام؟ الكات سيكشن بتاعه تحس عارف ان هو داخل لجوه كده، ان هو شادد نفسه جامد لجوه، عارف الشده دي حاسين بيها ان ده نتيجه للاكسسيف فايبرس تيشو اللي موجود فيه الايه؟ في التيومر. برده الصوره الثانيه اهي برده هو بيبقى دايما جريش وايت كده تحت ايدك، وتمسكها تلاقيها جامده وناشفه قوي تحت ايدك. ده منظر الاي دي سي او الانفلتريتنج داكتال كارسينوما اوف ذا بريست. المنظر ده تيبيكال وبنشوفه كل يوم، هو ده، هو ده منظر الانفلتريتنج داكتال كارسينوما. ده طبعا المنظر بتاع النيبل ريتراكشن، هنا شايفين النيبل داخله لجوه. طبعا لو قادرين ان انتوا تحددوا او تشوفوا ان هنا في مثلا اليفيشن كده، او في تحس ان في ماس، تمام؟ هنا كده في المكان ده كده كل دي ماس، تمام؟ ممكن يعني ناس تلقطها وناس لا، تمام؟ السكين هنا اللي هو عامل زي اللي احنا بنقول عليه بودورانج، بودورانج يعني عامل زي الايه؟ الجلد بتاع او القشره بتاعت البرتقانه. ده السكين اوف ذا بريست بيبقى فيه هنا لمفاتيك اديما، تمام؟ كتيره نتيجه لللمفاتيك اوبستراكشن في التيومر امبولاي، فبيبقى السايت النقط اللي احنا شايفينها دي ده المكان بتاع الايه؟ الهير فوليكلز، الهير اللي طالع من السكين بيبقى متثبت في الـ في الـ في, الـ في التيشو اللي تحتيه، فما بيحصلش فيه اديما، لكن السكين اللي حواليه هو اللي بيبقى فيه الاديما، فبيديني منظر البودورانج او الشبه القشره بتاعه البرتقال. طبعا اول واحد بقى وصف الكلام ده عالم من زمان كده كان فرنساوي، وفي واحد كمان قال حاجه اسمها كانسر انكورسي او كانسر انكوراس، فده اللي هو زي كان الكانسر او كان الفيميل لابسه كورسيه، اللي هو التيومر بيبقى عامل سبريد على السكين سيرفيس، بيبقى عامل ريدنس ورسيمه على السكين اوف ذا بريست، واخدها كده ايه، ممكن يبقى منتشر كمان على السكين اوف ذا باك او على السكين اوف ذا اكزيلا، فده بيبقى نتيجه للسبريد اوف ذا تيومر في السكين، تمام؟ ومعاه اكسسيف سكليروزس، فبيديني منظر حاجه اسمها كانسر انكيوراس او انكورسي، يعني لها اسامي كتيره او بتتنطق على حسب هتنطقها بقى انجلش ولا فرنش. يبقى احنا في البريست او في الاي دي سي ممكن يبقى عندنا سيمتومز كتيره، او يبقى عندنا سكين مانيفستيشنز كتيره نبص عليها. زي ايه؟ اول حاجه احساس اللمب، ان انت بتحس ان في ماس، هي اصلا الفيميل بتبقى جايه تقول لك في ماس، في كلكوعه، تمام؟ او يكون في بولد ان نيبل اللي هي يعني ريتراكتد نيبل، او يكون في ديمبلنج اللي هو في حته من على السكين بتاع البريست مشدوده وداخله لجوه، تمام؟ حاسس ان في السكين مشدود لجوه. طب السكين مشدود لجوه ليه؟ عشان حصل انفلتريشن بالمالجنانت تيومر وبيحصل الفايبرس تيشو، ولما يحصل ريتراكشن للفايبرس تيشو يشد السكين معاه لجوه، فده اللي بيديني منظر الايه؟ الديمبلنج ده.
ممكن يبقى فيه نيبل تشارج، ممكن يبقى فيه ريدنس او راش على السكن، ممكن يكون فيه اي سكن تشينجز، ممكن طبعا يحصل الالسريشن على السكن كمان، ده طبعا في الادفانسد ستيجز. ده بالنسبه للجروس والايه الحاجات اللي احنا بنشوفها بعينينا او الماس لما بنمسكها ونقطع فيها. طيب لما بنشوف بقى مايكروسكوبيكالي، بناخد بقى عينات ونشوفها مايكروسكوبيكالي، بنشوف التيومر عباره عن ايه. هو الانفلتريتنج داكتال كارسينوما ده عباره عن مالجننت داكتال ابيثيليال سيلز، ببساطه مالجننت داكتال ابيثيليال سيلز. طب الابيثيليال سيلز زي ما احنا عارفين دايما بتحب تمشي في تجمعات كده مع بعضها، تعمل بقى اي شكل من اشكال التجمعات دي، تعمل نست، تعمل شيتس، تعمل كوردس، تمشي يعني هم حاب كل شويه كده ماشيين مع بعض. لو مفرودين شويه نقول عليهم نست، لو يعني مضغوطين حبه كده على بعض والفايبرس تيشو وضغط عليهم نقول عليهم كوردز، تمام، او كلاسترز، يعني بتعمل ماشيين تجمعات من النيوبلاستيك سيلز وحواليهم الديزموبلاستيك او الفايبرس تيشو رياكشن. ده ببساطه بيبقى منظر الانفلتريتنج داكتال كارسينوما اوف ذا بريست، تمام. ممكن بعض منها تعمل تيوبيولز او جلاندز، تمام. ده بيبقى كل ما يبقى فيه تيوبيولز او جلاندز اكتر كل ما بيبقى التيومر ويل ديفرنشيتد او تكون الجريد بتاعته اقل، تمام، لان الجريدنج اوف انفلتريتنج داكتال كارسينوما حاجه بنسميها النوتنجهام جريدنج، ده بيعتمد على التيوبيول فورميشن. يعني كل ما التيومر يبقى عامل تيوبيولز او عامل جلاندز كل ما يكون الجريد بتاعته اقل، وكمان بيعتمد على الميتوتيك اكتيفيتي والنيوكليار فيتشرز اللي هي الاتيبيا او البليومورفيزم، تمام. طيب ده بالنسبه للاشكال اللي بتاخدها الايه التيومر سيلز بتبقى عامله ازاي. ممكن يبقى معاها ليمفوبلازماتيك ريسبونس، ده بيعتبر اميون ريسبونس للتيومر، ده طبعا بيتعمل عليه ابحاث وبيبرز كتير جدا اللي هو الاميون اكتيفيتي او الفانكشن بتاع الاميون سيستم في الايه في البريست كارسينوما. ممكن كمان يقابلك انجيو ليمفاتيك او بيرينيورال انفيجن، يعني ايه؟ يعني انك تلاقي تيومر امبولاي كولكشن كده من التيومر سيلز موجوده جوه بلاد فيسل، تمام. ده بيبقى تيومر امبولس، ده علامه على ايه؟ لازم برضو تكتبها في التقرير او لما تشوفها تعمل لها ريبورتنج ان ممكن التيومر خلاص يكون عمل ديستانت ميتاستاسيس، ان هو كده وصل خلاص للبلاد فيسلز او الليمفاتيك فيسل، فهو خلاص كده ممكن يكون راح الليمف نودز دريننج ليمف نودز او يكون راح في فاسكولار سبيس وعمل ديستانت بلاد سبريد. والبيرينيورال انفيجن انك تلاقي نيرفز، تمام، وحواليها المالجنانت سيلز بدات تعمل لها تاكل فيها يعني وتبقى محوطه عليها، ده بنقول عليه بيرينيورال انفيجن. بيقول لي ان معظم حالات الانتروداكتال كارسينوما بيبقى معاها انسايتو ليجن، ممكن يكون لوبيلر انسايتو او ممكن يكون داكتال انسايتو. مش معنى ان انا لقيت ان العيانه عندها داكتال انسايتو كارسينوما ان هيجي لها انفلتريتد داكتال كارسينوما، لا، ممكن يجي لها لوبيلر، وبرده اللوبيلر انسايتو كارسينوما ممكن يجي بعدها انفلتريتنج داكتال او انفلتريتنج لوبيلر، يعني الاثنين مش مرتبطين ببعض خالص، تمام. زي ما قلنا الجريدنج بيعتمد على السيتولوجيكال والايه والاركتكتشر اللي هو الجلاند او تيبيول فورميشن والميتوتيك اكتيفيتي. طيب نشوف بقى بعض الصور كده للانفلتريتنج داكتال كارسينوما اوف ذا بريست. المنظر المميز جدا اهو بتاع الاي دي سي، شايفين ادي نستس اند شيتس اوف مالجنانت داكتال ابيثيليال سيلز، تمام، حواليها فراغ كده بنسميه ريتراكشن سبيس، ده بيبقى ارتفاكت نتيجه للبروسيسنج، تمام. وبعد كده في الاستروما اللي هي الفايبرس استروما اللي حوالينا دي، ممكن تلاقي معاها بقى ايه الليمفو بلازماتيك انفلتر زي ما قلنا. احيانا التيومر سيلز تبقى واخده نستس تجمعات اكبر، ممكن تلاقي فيها بعض اليومنز جلاندولار فورميشن او كده او تيوبيول فورميشن، شايفين هنا دول المالجنانت جلاندز، تمام، وحواليها اهو الديزموبلاستيك رياكشن او المالجنانت. هنا طبعا هي مش واخده هنا منظر جلاندز قوي، هي نستس اند شيتس. هنا برضو ده المنظر المميز والتيبيكال بتاع الانفلتريتنج داكتال كارسينوما اوف ذا بريست. حد هنا هيقول لي طب امال في هنا حاجتين اهم كده يا دكتوره، ايه دول؟ دول انسايتو ليجن، تمام، ادي داكتس اهي فيها مالجنانت بروليفريشن وحواليها كمان في انفيزيف كومبوننت اهو، فده ممكن يكون البريكيرسور ليجن بتاع الاي دي سي، تمام. ده بالنسبه للاي دي سي مايكروسكوبيك ابييرنس بتاعها. بعد كده هنتعرف على حاجه اسمها طبعا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي التريبل نيجاتيف كارسينوما، تمام. احنا قلنا ان التريبل نيجاتيف دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا نيجاتيف للاي ار والبي ار والهير 2 نيو، الثلاثه بيبقوا نيجاتيف. امال هي بتاخد بوزيتيف ايه؟ قلنا بتاخد البيزال سيل ماركر زي السيتوكروتين 5 6 وكمان غالبا بيبقى معاها البراكا 1 ميوتيشن وغالبا برده بيبقى معاها البي 53 جين ميوتيشن،
تمام. دول بيبقوا عباره عن ايه؟ البريست دول بيمثلوا حوالي من 10 ل 17% من كل البريست كارسينوما، بيبقى مور كومن في اليانجر ايج اللي هم اقل من 50 سنه، تمام. طبعا هم اجريسيف تيومرز زي ما احنا عارفين، لكن عشان احنا دلوقتي اتعرفنا عليهم وعرفنا كتير من المولكيولار فيتشرز بتاعتهم وبقى في كيمو ثيرابي وتارجت ثيرابي للموضوع ده، ممكن البروجنوزس يكون اتحسن شويه عن الاول. هيستولوجيكالي التريبل نيجاتيف كارسينوماز بتاخد يعني اشكال كتير، من اهمها ان هي ممكن تكون هاي جريد داكتر كارسينوما اللي هي الانفيزيف داكتر كارسينوما الهاي جريد تكون تريبل نيجاتيف، او الهاي جريد ميتابلاستيك كارسينوما ده نوع من الكارسينوماز هنتكلم عليه ميتابلاستيك كارسينوما، او الموست كومن بقى اللي هي الميدلري كارسينوما، تمام. يبقى الميدلري كارسينوما من اهم ما يميزها ان هي ايه؟ ان هي تريبل نيجاتيف كارسينوما، وده اللي هنشوفه بقى في الميدلري كارسينوما دلوقتي. ايه بقى المدلل الكارسينوما دي وايه قصتها؟ دي غالبا بتبقى برضو بريزنتد باي ماس بالبابول ماس في البريست، تمام. الشيب بتاعها غالبا بيبقى ويل سيركمسكرايب اللي هي احنا كنا بنقول عليها المره اللي فاتت اللي هي لها بوشنج مارجن. يعني ايه بوشنج مارجن؟ انت تحس ان هي شوف يعني قادر ان انت تميز المارجن بتاعها اهو عن السراوندنج فاتي تيشو بتاع البريست، على عكس الاي دي سي لما انتوا فاكرين كانت ستار شيب كده او اللي هي ليها انفيلتريتنج سبايكس كده، لكن دي لا، دي بوشنج بوردر طبعا ما لهاش كبسول ولا حاجه، بس هي يعني هي بتطلع في صوره كده مدوره ان هي ويل سيركمسكرايب ولها بوشنج مارجنز، تمام، او بوشنج بوردرز، والكونسستنس بتاعتها تبقى سوفت اند فليشي، على عكس الثانيه كانت هارد وكانت ناشفه وفيرم. ليه؟ الثانيه كان فيها فايبرس تيشو كتير، لكن الميدلري كارسينوما اللي كاد يكون الفايبرس تيشو فيها منعدم، امال هي كلها عباره عن مالجنانت سيلز. كل اللي انت شايفه ده عباره عن بروليفريتنج مالجنانت ايه ضغط الابيثيليال سيلز، بتبقى ماشيه في صوره ايه تجمعات برضو او سينسيتيوم زي ما هنشوف دلوقتي، تمام. لكن اللي احنا عايزين نعرفه ان التيومر ده بيكون سوفت انكونسستنسي، تمام، وفليشي، وكميه الفايبرس تيشو ده ليه؟ لان الفايبرس تيشو فيه قليل على عكس الثانيه اللي هي السكرس او الانفلتريتنج ضغطه الكارسينوم. الكات سيكشن بتاعها بيبقى بالجنج. يعني ايه بالجنج؟ شايف حاسس ان انت هو ايه طالع كده بره منك، يعني اول ما تشق التيومر كده نصين وتبص عليه تحس ان هو طالع لبره. ليه البالجنج ده؟ من كتر السيلز اللي جواه ومن كتر الايه المالجنانت سيلز اللي موجوده جوه. وممكن برضو تلاقي فيه ارياز اوف هيمورج اند نكروزس، خاصه قلنا ان هو بياخدوا حاجه اسمها نيو ادجوفنت كيمو ثيرابي، دي بتتاخد قبل الايه السيرجري، تمام. فدايما التيومر بيكون فيه وايد ارياز اوف هيمورج اند نكروزس. السكن ulceration فوق التيومر ممكن تكون موجوده لكنها رير، اقل بكتير من الانفلتريتنج داكتر كارسينوما، تمام. والليمف نود سبريد بتاعه بيبقى ليت، يعني ممكن وقت البرزنتيشن ما يكونش عندي ليمفاتيك سبريد، النود الميتاسس بتاعته بتبقى قليله. طيب نيجي نشوفه تحت الميكروسكوب بقى، المنظر بتاعه تحت الميكروسكوب ده منظر مميز جدا جدا جدا. ليه؟ لان التيومر هنا بيعمل لي لارج نست، يعني تجمعات كبيره من الايه من الخلايا، بنسميها سينسيتيال باترن. سينسيتيال، فاكرين كلمه سينسيتيال دي شفناها فين قبل كده؟ فاكرين السيتوتروفوبلاست والسينسيتيوتروفوبلاست بتوعه الفيلاي كورونيك فيلاي والجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز وكده، هما بقى السينسيتيال باترن ده يعني ايه؟ يعني الخلايا كلها كده تحس انها سايحه على بعضها، ما انتش عارف تطلع خليه من الثانيه، هما كلهم كتير ومع بعض وماشيين جنب بعض، ما فيش اي تيوبيول ولا جلاند فورميشن خالص، هو التيومر كله حبه تكسيلز كده كلهم ماشيين جنب بعض. تلاقي معاه وايد ارياز اوف نيكروزس، حتت كتيره جدا من التيومر تلاقيها نيكروتيك، تمام. ومميز كمان قوي ان البريفري بتاعت التيومر او حتى الشيتس نفسها بتاعت التيومر تلاقي ان فيها برومننت ليمفوسيتيك انفلتر، ليمفوسايتس كتير جدا عامله انفيجن للتيومر وداخله في قلبيه، سواء بري تيومرال او انترا تيومرال تي ليمفوسايتس. ده طبعا بيدل على ان التيومر ده بيبقى يعني عامل رايزنج او اراوزنج للايه للاميون سيستم، تمام. النيوكلياي بقى والسيلز بتاعت الميدلري كارسينوما دي بتبقى غالبا في هاي جريد تايب، النيوكلياي بتبقى فيها كميه كبيره من البليومورفيزم، مايتوتيك فيجرز كتير جدا، تلاقي فيها نيكروزس، يعني كل الكرايتيريا بتاعت الهاي جريد دي موجوده، تمام. يبقى التيومر الباترن بتاعه عباره عن سينسيتيال شيتس. السينسيتيال شيتس دي جواها ايه؟ جواها النيوكلياي البلي اللي جواها السيلز المالجنانت سيلز. المالجنانت سيلز دي فيها بليومورفيزم، فيها هاي انسي ريشيو، فيها اب نورمال ميتوتيك فيجرز كتير جدا، تمام. تلاقي حوالين التيومر وجواه تلاقي فيه بروميننت ليمفوبلازماسيتيك انفلتريت،
تمام. ممكن يعني ما يعني كلمه نو انفيجن اون تو سراوندنج اديبوز تيشو، يعني انت ما تحسش ان التيومر كده ايه داخل في الاديبوز تيشو اللي حواليه، هو تحس ان هو ويل سيركمسكرايب شويه وله الايه حته البوشنج بوردر زي ما شفناها في الايه في الجروس، هو بالظبط بيبقى كده برضو في الميكروسكوبيك، ما تحسش ان هو داخل في قلب الفات، هو الفات في ناحيه وهو في ناحيه تمام. وطبعا اهم حاجه برضو ان ما فيش اي جلاندولار ولا ليومينال او تيوبولار ستراكشرز زي التاني بتاع الاي دي سي، تلاقي فيه بعض التيوبولز وبعض اليومنز، لا هنا ما فيش. ادي اهو منظر السنسيتيال شيتس بتاعه المدلل كارسينوما، كنا الاول بنقول عليها انكيفالويد. يعني ايه انكيفالويد؟ جايه من الانكيفالوس او جايه من الترم بتاع البرين، يعني ترمينولوجي اوف ذا برين، عشان هي بتبقى سوفت تمام، لان هي كلها خلايا ما فيهاش فايبرس تيشو، فده اللي بيديها الايه السوفتنس او الاحساس ان هي بتبقى سوفت اند بلجنج، ده نتيجه للايه لكميه السيلز المالجنانت سيلز اللي جوه. شايف السيلز كلها تحس ان انت ما انتش قادر ترسم خليه محدده بعينها، ابنورمال مايتوزيس اهوت تمام، بليوموفيزم خلايا برومننت نيوكليراي، عندك حوالين التيومر شيتس اهو في برومننت ليمفوبلازما سيتيك انفلتريت، ده منظر مميز جدا للمدلري كارسينوما اوف ذا بريست. هنيجي على الاميونوهيستوكيمستري بتاعها، هنقول لك ان هي اي ار نيجاتيف، بي ار نيجاتيف اللي هو هير تو نيجاتيف، ان هي واحده من اهم تريبل نيجاتيف بريست كارسينومز اللي هي المدلري كارسينوما تمام. النوع اللي بعد كده هو الميوسينوس او الكولايد كارسينوما. الميوسينوس ده يعتبر سبيشال تايب، هو طبعا احنا مش بنشوفه كتير، واقل من 2% من البريست كارسينوماز تيجي في صوره ميوسينوس او كولويد كارسينوم، غالبا برضو بتبقى ويل سيركمسكرايبد ماس، بيبقى سوفت طبعا والكونتنت بتاعها بتبقى جيلاتينوس ماتيريال اللي هي الميوسين او الميكزويد ماتيريال تمام. الماموجرام بيشوف انها ويل ديفايند تيومر، غالبا يعني بتبقى ويل ديفايند زي ما احنا شايفين كده في الصوره، ومور كومن انها تيجي في الاولد ايج فيميلز في الناس الكبار تمام. يبقى بتبقى ويل سيركمسكرايبد جيلاتينوس ماس بالشكل ده. احيانا يعني شفت كذا حاله انا شخصيا ان انت يعني بعد ممكن تكون التيومر نفسه حجمه مش اكتر من 1 أو 2 سم، لدرجه ان انت بتقطع مره واتنين منه مش بعد كده ممكن تيجي تطلع العينه ما تلاقيش التيومر، هو خلاص خلص معاك في المرتين الاولانيين بتوع التقطيع، تاخد منه بلوك والتاني وما تلاقيش التيومر، دايما بيبقى صغير وويل سيركمسكرايبد ماس كده صغير اللي هي الايه الميوكويد او الكولويد كارسينوم. طبعا هتتخيلوا معايا شكله تحت الميكروسكوب، اكيد في كميه كبيره جدا من الاكسترا سيلولار ميوسين، والا ما كانش يبقى ميوكويد او سوفت او جيلاتينوس في الشكل ده في الجروس. يعني هو مايكروسكوبيكالي بيتكون من ايه؟ برضه تيومر سيلز، مالجنانت انفلتريتنج تيومر سيلز، حواليها كميه كبيره جدا من الاي ميوسين، بنسميها ليكس اوف ميوسين. ليكس يعني ايه؟ يعني بحيرات من الاي ميوسين حوالين التيومر سيلز تمام. التيومر الميوسين ده بيمثل حوالي اكتر من 50% من التيومر ماس، عشان كده دايما بنقول لك ان هي بتبقى سوفت اند جيلاتينوس في الجروس ابييرنس بتاعها. ممكن بقى نشوف معاها شويه كريبريفورم ستراكشرز، شويه بابيلي، كمان بيبقى معاها انسايتو ليجن برضو، في معظم الاحيان يبقى معاها انسايتو داكتال كارسينوما ليجن تمام. الجلاندولار فورميشن ممكن تشوفه ممكن لا، نوت تيبيكالي سين مش شرط، انما المميز قوي في شكلها ان هي طبعا بتبقى بالشكل ده اللي هو الاكسترا سيلولار ميوسين كتير جدا، وتجمعات بقى كده من المالجنانت داكتال سيلز او المالجنانت ابيثيليال سيلز بالشكل ده تمام. ممكن تشوف فيها زي ما قلنا تيوبيول، ممكن يكون تيومر عامل شويه بابيلي او كريبريفورم ابييرنس زي ما احنا شايفين كده في الايه في الصوره تمام. يبقى الميوسينوس كارسينوما من اسمها ده فيها بيبقى فيها كميه كبيره من الميوسين، اكسترا سيلولار ليكس اوف ميوسين، والتيومر سيلز بتبقى عامله نستس او كريبريفورمينج او جلاندولار ستراكشرز، وكلها بتتكون من المالجنانت داكتال ابيثيليال سيلز، التيومر بيبقى غالبا ويل سيركمسكرايبد وبيبقى سمول ماس. ده بالنسبه للميوسينوس او الكولويد كارسينوما. دخلنا دلوقتي على حاجه اسمها الباجيتس ديزيز اوف ذا نيبل. ايه موضوع الباجيتس ديزيز اوف ذا نيبل ده؟ طبعا اتكلمنا قبل كده ان في واحد اسمه باجيت، ده لقى ان في بعض الاحيان بيكون في مالجنانت ادينوكارسينوما سيلز جوه الابيديرمس او جوه الابيثيليوم، فهو اول واحد اكتشفه، وكان في الاول فاكر ان هو في البريست بس، فكان مسمينه الباجيتس ديزيز اوف ذا نيبل او الباجيتس ديزيز اوف ذا بريست، وكان برضو فاكر ان هو مجرد ديزيز عادي ومش مرتبط باي مالجنانسي او باي تيومر تمام. لكن طبعا بعد الانفستيجيشنز الكتيره والريسيرشز الكتيره اكتشفنا طبعا ان دي السيلز اللي هو الابنورمال سيلز اللي هو شايفها في الابيديرمس دي عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنانت
ادينو كارسينوما سيلز جايه منين؟ قال لك ان في معظم او حوالي 100% من الباجيتس ديزيز بتاع النبل في البريست ده بيبقى تحتيه في اندرلاينج، يا اما انفيزيف كارسينوما يا اما انسايتو كومبوننت، حاجه من الاثنين. استحاله يكون في حد عنده باجيت وما عندهاش حاجه تحتيه، ما عندهاش حاجه في البريست نفسه، لا لازم يكون فيه يا اما انفيزيف يا اما حتى على الاقل خالص انسايتو ليجن. تمام، فده القصه بتاعت الايه الباجيتس ديزيز. وقلنا برضو في ان حاجه في حاجه تانية اسمها الاكسترا ماماري باجيت، وده بيبقى موجود في الايه في اللور فيميل جينيتال اورجانز. تمام، نرجع تاني للبريست، بيبقى دايما موجود في النبل وفي الاريولا. تمام، بيبقى في شويه اكزيما، الفيميل بتشتكي من بروريتس، ممكن تقعد تتعالج منها فتره على انها اكزيما او حاجه، وعماله تحط لوكال او توبيكال استرويدز او تحط اي مرهم من عندها وخلاص، لحد ما تلاقي بقى ان بدا يبقى فيه بلادي نيبلز تشارج او بدات تظهر ماس، فطبعا بتبتدي انها تروح بقى لحد ايه متخصص. تمام، لكن هي في الاول بتبقى المانيفستيشنز بتبقى فيج، ما انتش عارف ايه ده، ممكن شويه اكزيما شويه اسكالي سكويموس كده قشور كده وخلاص. تمام، ممكن بقى بعد كده تظهر الماس او يبقى فيه بلادي نيبل ديستشارج. تمام، وبيبقى معاها غالبا دايما بيبقى معاها بيرورايتس هرش كده واتشنج في الايه في النبل، زي ما انت شايف في الصور كده جروسلي، بيبقى فيه اكزيما ورسيمه في الايه في النبل، وممكن تمتد للاريولا. طيب لما نشوفها تحت الميكروسكوب نفس المنظر اللي كنا شايفينه في الفالفا، ان انت بتلاقي في الديرمس، ادي الابيديرمس وادي الديرمس. تمام، السكن في الابيديرمس بتلاقي فيه كلاسترز او نيستس من المالجنانت ابيثيليال سيلز اللي هي بنسميها هنا باجيت سيلز. تمام، الباجيت سيلز دي اللي هي المالجنانت سيلز الموجوده دي، ممكن تكون موجوده سنجل او كلاسترز. سنجل يعني كل واحده ماشيه لوحدها، او كلاسترز تجمعات كده من واحده لاربعه من الخلايا كده ماشيين مع بعض في الايه في الابيديرمس بالشكل ده، عاملين انفلتريشن للايه للابيديرمس وهم جايين من تحت. جايين منين؟ يا اما من انفيزيف كومبوننت او انسايتو كومبوننت، المهم ان في تحتها دايما مالجنانسي سواء انفيزيف او انسايتو. لكن في الفالفا اللي هو الاكسترا ماماري باجيت ممكن كتير جدا ما نلاقيش فيه اي ايه اي مالجنت تيومر تحت في الايه في الاورجان نفسه او في المكان نفسه. تمام، الخلايا بقى دي دايما بتبقى لارج سيلز ليها كلير سيتوبلازم، النيوكليس بتاعتها طبعا بتبقى هايبر كروماتيك، احيانا تلاقي فيها مايتوزس، هي مالجنت سيلز. تمام، موجوده جوه الايه جوه الابيديرمس. الباجيت ديزيز اوف ذا نيبل مهم جدا. تمام، النوع اللي بعد كده هو التيوبولار كارسينوما. وقلنا ان التيوبولار كارسينوما دي بتعتبر هي الموست ويل ديفرنشيتد، لان هي عامله كل التيومر كله عباره عن تيوبيولز، وعشان كده احنا سميناها تيوبولار كارسينوما. تمام، الايدج ديستريبيوشن بتاعها طبعا ممكن تبقى تيجي من يعني في اي سن، ممكن تيجي في الصغيرين او في الكبار، في اي سن ممكن تيجي التيوبولار كارسينوما. لكن هي البيور تيوبولار كارسينوما نفسها الانسيدنس بتاعها قليل، اقل من 5% من الانفيزيف ماماري كارسينوماز اللي بتتشخص بس انها تيوبولار كارسينوما. غالبا بتيجي ببالبابول ماس وبتبقى صغيره اقل من 2 سم، وبرده بتبقى ليها فيرم سكليروتيك، هي دايما بتبقى انفيزيف، يعني البوردرز بتاعتها بتبقى الريجولار بوردرز زي بتاعه الاي دي سي بالظبط، الريجولار انفلتريتنج بوردرز، وعامله انفيجن للسراوندنج فاتي تيشو، وعامله فيه طبعا ديزموبلاستيك رياكشن برده وفايبروس تيشو وكل حاجه. لكن التيومر المميز فيه ايه او اللي بيخلينا نشخص ان هو تيوبولار كارسينوما ايه؟ ان كل التيومر سيلز كل المالجنت تيومر سيلز عامله لي تيوبيولز او زي جلاندولار ستراكشرز كده في البريست بنقول عليها تيوبيول. تيوبولار ستراكشرز التيومر كله عامل الايه التيوبيولز دي. يبقى تحت الميكروسكوب عباره عن تيومر عامل انفلتريشن للسراوندنج ادبوس تيشو. تمام، التيومر بيتكون من سمول انجوليتد تيوبيولز وليها اوبن دليومن. يعني ايه قصده بكلمه اوبن دليومن؟ يعني انت شايف ان هي ان مفيش كومبريشن على اليومن، هو التيومر المالجنت جلاندز او المالجنت تيوبيولز اللي احنا شايفينها دي كلها مفتوحه اوبن كده، ما هياش سليت لايك ولا مقفوله ولا كومبريسد على بعضها بالاكسسيف فايبرس تيشو. ليه احنا بنقول لك كده؟ فاكرين منظر الـ مثلا السكليروزنج ادينوزس او الريديال سكار او الحاجات اللي زي دي كان بيبقى معاها اكسسيف فايبروزس، وممكن الفايبروس تيشو ده يعمل كومبريشن على الايه على اليومن بتاع الجلاندز. تمام، لكن الاثنين دول كانوا بيناين ليجن، فكنا دايما بنشوف فيهم حاجه اسمها المايو ايبيثيليال سيلز، اي ادينوزس فيهم او اي جلاند او تيوبيولز
كنا نعمل لها الماركرز بتاعت البيزال سيلز او الماي اوديسيريال سيلز كنا بنلاقيها بوزيتيف، لكن هنا في التيوبولار كارسينوما كل المالجنانت تيوبيولز والمالجنانت جلاندز اللي احنا شايفينها دي لايند باي وان لاير اوف سيلز، حتى لو كان فيها ستراتيفيكيشن وباينه ان هي تو لايرز او اكتر هم كلهم اوديسيريال سيلز ومش موجود فيهم ابدا ماي اوديسيريال سيلز. والدليل على كده ان انت لما بتعمل اميونو هيستوكيمستري بتلاقي ان الاوديسيريال الماي اوديسيريال ماركرز نيجاتيف، مفيش حاجه خالص واخده معاك المايو ايبيثيليا اهم حاجه. تمام، ده اللي بيفرق التيوبولار كارسينوما عن حاجه اسمها السكليروزنج ادينوزيس، وفي حاجه تانية اسمها مايكرو جلاندولار ادينوزيس بس ما تعرضناهاش يعني هي مش في التفاصيل علينا اول الدرجه دي، برضو بتبقى شبه الايه تيوبولار كارسينوما، وكل اللي بيفرق فعلا هو المايو ايبيثيليا ماركر. تمام، المايو ايبيثيليال ماركرز موجوده في اي حاجه بيناين، اي حاجه مالجننت ما تلاقيش فيها المايو ايبيثيليال ماركر الا طبعا الحاجات اللي هي طالعه من المايو ايبيثيليوم زي التريبل نيجاتيف. تمام، طيب التيوبيولز زي ما بنقول هاب هازارد ارينجد في دنس كولاجينس ستروما، يعني حواليها كميه كبيره من الاستروما او الفايبرس تيشو، وهي طبعا عامله لها انفيجن وانفلتريشن وكل واحده ماشيه في اتجاه ورايحه ناحيه الفاتي تيشو واللي رايحه ناحيه اللوبيولز، وفي طبعا ديستربنس في الايه في الاركتكتشر بتاع البريست، ما عدتش شايف بقى مفيش حاجه ويل سيركمسكرايبد ولا حاجه، هم كلهم انفلتريتد. تمام، بيقول ان ممكن تلاقي السيتولوجيكال فيتشرز بتاعتها بلاند، يعني كانها دي كانها كده بيناين، مفيش بليومورفيزم عالي ولا ميتوتيك فيجرز كتير ولا حاجه، لكن اللي بيميزها طبعا او اللي بيخلينا نعرفها اول حاجه الانفلتريتيف مارجن بتاعها، فده ممكن يعني اقول ان دي ممكن تكون سكليروزنج ادينوزيس او ان تكون ريديال سكار ولا حاجه، فاقوم عامل الايه المايو ايبيثيليال ماركر الاقيها طبعا مش موجوده. تمام، ادي اهو منظر التيوبولار كارسينوما اوف ذا بريست، ادي كلها عباره عن التيوبولز اللي احنا بنقول عليها اللي هي اوبن باليومن، غالبا بتبقى انجيوليتد كده شويه، ساعات يسموها تير دروب لايك يعني شبه الدمعه كده تير دروب. تمام، لان هي دايما بتبقى مسحوبه شويه كده نتيجه للفايبرس تيشو اللي حواليها او الاكسسيف سكليروزس اللي حواليها ده. لما بتعمل لها المايو اوبسيريال ماركرز بتلاقي مفيش خالص اي سيلز هنا تاخد مايو اوبسيريال لان ده مالجنانت بروليفريشن، بس دي طبعا ويل ديفرنشيتد كارسينوما. الكارسينوما اللي بعد كده اسمها اتفضلي دكتور، بس بدي اسالك الميدلاري كارسينوما هي تريبل نيجاتيف كارسينوما صح؟ تمام، هي بتطلع من المايو ابيثيليال سيلز او لا؟ لا، هو هي بتاخد نفس الماركرز بتاعه المايو ابيثيليال سيلز او البيزال لايك ماركر. تمام، انما بقى هي بتطلع منها فعلا او لا، او انها بتطلع من الابيثيليال سيلز بس بتفقد الديفرنشيشن بتاعها، ده كل ده بقى كلام يعني عليه كلام كتير في البيبر. تمام، انما احنا مجازا بنقول لك ان التيومرز اللي بتطلع من الابيثيليال فبتاخد الابيثيليال ماركر، واللي بتطلع من المايو ابيثيليوم فبتاخد المايو ابيثيليال ماركر، بس هي ممكن ما تكونش طالعه اصلا من المايو ابيثيليوم، لانك بيحصل بقى ايه سيفير ميوتيشنز وحاجات زي كده في الجينز بتاعتها فبتغير شكلها خالص ويعني بتطلع كارسينوما مختلفه تماما عن السيل اوف اوريجين اللي هي جايه منه يعني، انما اللي احنا نعرفه ان هي بتاخد البيزال سيل ماركرز. تمام، ماشي دكتور. تمام يا دكتوره. دكتورة السؤال، الميتابلاستيك كارسينوما هيبقى تريبل نيجاتيف كمان او لا؟ تمام، لا تريبل نيجاتيف، ميتابلاستيك كارسينوما تريبل نيجاتيف. اوكي، والهاي جريد ميتابلاستيك كارسينوما نفس الشيء؟ والهاي جريد اي دي سي، التلاتة الهاي جريد اي دي سي والميدلري والميتابلاستيك كارسينوما، التلاتة دول تريبل نيجاتيف كارسينوما. تمام، طيب الميتابلاستيك كارسينوما دي انكومن، تمام، مش من برضو مش بنشوفها كتير، اقل من 5% من البريست كانسر، بتبقى جايه في بالبابل بريست ماس والكروس اوريت بتاعها دايما بيكون عالي، يعني بتكبر بسرعه في وقت قليل. تمام، برضو بتبقى من صفات التريبل نيجاتيف كارسينوما دايما انها بتكون ويل ديفايند. تمام، بتبقى ويل ديفايند ماس، ممكن تبقى لارج عادي بس برضو هي ويل ديفايند، بتبقى ممكن يكون فيها نيدولار او سيستيك ارياز او هيمورج او نيكروزس، ده كل الحاجات دي طبعا فاريبل لان ده كده كده هو مالجنت تيومر. تمام، طيب ايه بقى اللي بيميز الميتابلاستيك كارسينوما مايكروسكوبيكالي او امتى اشخص ميتابلاستيك كارسينوما في البريست؟ بيقول ان الميتابلاستيك كارسينوما دي بيبقى دايما في حاجه اسمها باي فيزيك ديفرنشيشن او باي فيزيك باترن. يعني ايه باي فيزيك؟ يعني فيها ابيثيليال كومبوننتس وفيها ميزينكايمال كومبوننت، او فيها كارسينوماتس كومبوننت يعني وفيه ساركوماتويد كومبوننت، الاثنين مع بعض ابيثيليوم وستروما.
تمام. احيانا يقول لك ان هو تيومر اصلا بيطلع من الاول باي فيزيك، يعني طالع من الابسيليوم بتاع البريست داكتس اند البيول، وبرده من الميزنكايمال او الكونكتيف تيشو او الاستروما بتاعت البريست مع بعض. او في ناس ثانيه بقى النظريه الاحدث ان هو بيقول لك لا هو ابسيليوم بس بيحصل فيه حاجه اسمها شيفت، يعني ايه ابسيليال تو ميزنكايمال ترانسفورميشن، يعني الابسيليال سيلز لما بتفقد الدفرنشيشن بتاعها خالص بتتحول في الاخر لحاجات تشبه السبندل ايه سيلز. فبيقول لك ده ابسيليال تو ميزنكايمال تويست او شيفت، تمام. مش موضوعنا برضو هي الاوريجن بتاعها ايه، مش هندخل في التفاصيل دي كلها. المهم انك تعرف ان في ابسيليال كومبوننت وفي ميزنكايمال كومبوننت. طيب الابسيليال كومبوننت ده عباره عن ايه؟ ممكن تلاقيه انفلتريتنج ductal كارسينوما، تمام، هاي جريد انفلتريتنج ductal كارسينوما. ممكن تلاقيه حتى تيوبيول فورميشن او جلاندولار فورميشن. ممكن تلاقي سكويموس سيل كارسينوما. تخيل انت اول ما تشوف سكويموس سيل كارسينوما في البريست ومفيش حاجه على السكن والسكن طبيعي جدا ومفيهوش حاجه، والبيوبسي بتاعتك مطلعه فيه سكويموس ديفرنشيشن سواء معاه كيراتين بيرل فورميشن او ما معاهوش، ده على طول يخليك تفكيرك على طول يروح ناحيه الميتابلاستيك كارسينوما، تمام. يبقى الابيسيليال كومبوننت ممكن ياخد اي شكل من اشكال الابيسيليال كارسينوماز اللي بتيجي في البريست، من اول الاي دي سي، ممكن تاخد كريبريفورم، ممكن تاخد تيوبيول فورميشن، ممكن تاخد حتى سكويموس ديفرنشيشن، تمام. ده بالنسبه ليه الايه للكارسينوماتس كومبوننت. طب بالنسبه للميزنكايمال كومبوننت او الساركوماتس كومبوننت برضو ممكن يبقى حاجه اسمها هوموجينوس اليمنت او هيتروجينوس اليمنت. يعني ايه هوموجينوس او هيتروجينوس؟ هوموجينوس يعني واخد من البريست استروما نفسها، يعني واخد مثلا زي الفايبروس سبندل استروما بتاعه البريست، فتطلع التيومر او تطلع الساركوماتس كومبوننت شبه الايه الفايبروساركوما، تمام. او ممكن ياخد حاجه اسمها هيترولوجس. يعني ايه هيترولوجس؟ يجيب لك ميزنكايمال تشو اصلا مش موجود خالص في البريست، كارتليج بون، تمام، ويبقى مالجننت كمان، تمام. فده بنسميه الهيترولوجس اليمنت. يبقى الميتابلاستيك كارسينوما دي من شكلها كده ومن الوصف اللي انا بقول لك عليه دي فيري اجريسيف وهاي جريد، تمام، وهي برضو تريبل نيجاتيف كارسينوما، ودي واحده من اوحش التيومرز في البريست اللي هي ليها سيفيرلي باد بروجنوز. ليه؟ لان فيها كارسينوماتس اليمنت، فيها ساركوماتس اليمنت. الساركوماتس اليمنت طبعا ده بيبقى رابيدلي وايرلي ميتاستايزنج، تمام، للبلط، فده طبعا بيخليها ان هي وقت التايم اوف دايجنوستس بتكون خلاص عملت ميتاستاسيس وعملت سيستميك سبريد، فده بيخلي الكنترول بتاع الايه الحاله بيبقى صعب شويه، تمام. يبقى اللي نعرفه عن الميتابلاستيك كارسينوما ان هي بيبقى باي فيزيك، في كارسينوما وفي ساركوما. الكارسينوما ممكن تاخد اي شكل، وكذلك الساركوما برضو ممكن تاخد اي شكل. الكارسينوما تاخد اي دي سي، تاخد جلاندولار تيوبيول، ميوسين، انتراسيلولار او اكستراسيلولار، حتى تاخد سكويموس ديفرنشيشن. على الناحيه الثانيه الساركوماتس اليمنتس يا اما يشبه الساركوما الاستروما بتاعه البريست اللي هي الفايبروس استروما، يعني فايبرو بلاست، فيطلع منها فايبرو ساركوما، تمام، او يشبه اي حاجه ثانيه بره، اي ميزنكايمال تيشو بره، كوندرو ساركوما، اوستوجينيك ساركوما، تاخد اي حاجه، تمام. فدي طبعا بتبقى غالبا هاي جريد. ادي هم مناظر كتيره اهي للميتابلاستيك كارسينوما. شايفين احنا هنا سكويموس ديفرنشيشن اهو، دي مالجننت سكويموس، تمام. هنا مثلا واخده كوندروساركوماتس لايك، ده كارتلاجينات ماتريكس ودي مالجننت كوندروسايتس، تمام. هنا واخد فايبروساركوما لايك، تمام، شبه الفايبروساركوما، مالجننت سبيندل سيلز وفي بلاد فيسلز اللي هي بتاعه الساركوما، تمام. هنا واخد منظر اللي هم بيقولوا عليه ماتريكس بروديوسنج، ان هي مطلعه ميوسين، في ميوسين جوه الخلايا، الخلايا جوه فاكيوليتد اهي، واللي بره ده طبعا هو الصبغه بس مش مبينه اللون شويه، لكن دي بنسموها ميوسين ماتريكس بروديوسنج ميتابلاستيك كارسينوما، تمام. فمش عايزين برضو تفاصيل كتير، تعرف ان في ان هي بايفيزيك ابيسيليوم او ساركوما تسوي كارسينوماتس، وانواع الكارسينوما او الساركوماز اللي بتبقى موجوده في الاثنين، وان هي طبعا تريبل نيجاتيف كارسينوم. بعد كده الجزء بقى اللي هو طالع من الايه من اللوبيول، اللوبيولز بيطلع منها يا اما لوبيولار كارسينوما انسايتو او انفلتريتنج لوبيولار كارسينوما. هنبتدي باللوبيولار كارسينوما انسايتو، دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من لوبيولز. اللوبيولز دي بتبقى ديستندد باي مالجننت سيريال سيلز اللي هي طالعه من اللي هي كانت عامله لايننج، او اللي هي يعني بتعمل اللوبيولز بتاعت البريست، تمام، اللي هي السكريتوري سيلز يعني. فالخلايا دي بتبقى عامله ديستنشن للوبيولز. الخلايا دي بيميزها قوي ان هي بتبقى ديسكوهيسيف. كلمة ديسكوهيسيف دي يعني ايه؟ يعني مش لازقة ببعضها او مش ماسكة ببعضها.
ليه؟ لان هنا بيحصل دايما في اللوبولار كارسينوما انسايتو والانفيلتريتنج لوبولار كارسينوما اديشنال جينيتك ميوتيشن، حاجه جديده بتحصل فيها غير الدكتور كارسينوما خالص. ايه هي؟ وهي اللوس اوف اي كاتهرين اكسبريشن. لوس اوف اي كاتهرين اكسبريشن، ايه الاي كاتهرين ده؟ ده نوع من الايه اللي هو الابسيليال كاتهرين، يعني اللي هو تشو ادهيزيف مولكيولز او الحاجات اللي هي ايه مسؤوله عن الجنكشن والترابط ما بين السيلز وبعضها، تمام؟ فالخلايا لما بتفقد الجين ده بتفقد الايه الكوهيجن او انها تبقى ماشيه شيتس كده مع بعضها، فالخلايا بتبقى انديفيدوال سيل ديس كوهيسيف سيلز، كل خليه ماشيه لوحدها، وده فعلا اللي بنشوفه في الانفيزيف لوبولار كارسينوما زي ما هنتكلم دلوقتي، تمام؟ فالانسايتو لوبولار كارسينوما بيبقى اللوبيولز ديستند ويز ايه ويز مالجننت ابيثيليال سيلز. الابيثيليال سيلز دي فيها حاجه مميزه قوي ان هي فقدت الكاتهرين، فهي مش ماسكه ببعضها، حصل حاجه اسمها ديسكوهيجن، تمام؟ ليه بقول لك كده؟ لان انت لما هتيجي تشوفها تحت الميكروسكوب بالشكل ده كده، اول ما تبص للمنظر ده، ده منظر يعني الاقرب اللي هيجي في دماغك ايه؟ ان دي تكون دكتور كارسينوما انسايتو وصول الطيب، صح؟ طب ازاي بقى افرق ما بين الاثنين؟ اهو عشان كده احنا بنقول لك ان هي دايما بتبقى فيها نص اوف اي كاتهرين. لما تعمل للشريحه دي اي كاتهرين اميونو هيستوكيمستري هتلاقي ان هنا في لوس اوف اكسبريشن، مش موجود خالص في اللوبيلر كارسينوما انسايتو لكنه موجود في الدكتور كارسينوما انسايتو. ممكن ده يفرق. وكمان بيقول لك ان السيلز دي اصلا طالعه من اللوبيولز، واللوبيولز دي النورمال سيلز بتاعت اللوبيولز دي سيكريتوري سيلز، تمام؟ فالخلايا دي ممكن تلاقي فيها انترا سيلولار سيكريشنز او مجازا بنقول عليه ميوسين او فاكيولز، تمام؟ فممكن تديني منظر السيجنت رينج، احيانا بيكون شبهها كده، تمام؟ فهنا اهو منظر تاني للايه للوبيولز اللي فيها لوبيولار سايتوكارسينوما. كل اللوبيولز ديستند باي يونيفورم سيلز، الخلايا بتبقى كلها شكل بعضها لكنها مش ماسكه ببعضها. ليه؟ لانها فقدت الايكادرين او الادهيجن مولكيولز اللي بتخليها تعمل سيل جانكشن وتبقى متجمعه وملزقه ببعضها. الابسيليال عامه هو كله بيبقى ملزق في بعضه او ماسك في بعضه، ليه؟ عشان فيه الايه الجانكشنز دي او المولكيولز اللي بتعمل ادهيجن دي، تمام؟ فاول ما بتفقدها بتبقى خلاص ديسكوهيسيف ومش ماسكه ببعضها. ده اللي بيميز اللوبولار كارسينوما انسايتو. بيقول ان الريسك اوف انفيزيف كارسينوما لما نشخص حاله لوبولار كارسينوما انسايتو الريسك ما بيعديش 1%، فعشان كده التريتمنت بتاعها مختلف وبيختلف من مدرسه للتانيه او من مكان للتاني انحاء العالم. يعني في ناس تقول لك لا نعمل كونزرفاتيف بريست سيرجري نشيل الماسز اللي احنا لقيناها من الانسايتو كارسينوما دي، هي غالبا ما بتبقاش برضو بريزنتد باي بالبابول ماس، بتبقى برضو ديتكتد بكالسيفيكيشنز كده وابنورمال دنسيتي في الماموجرام، تمام؟ ممكن نشيل ايه الماسز اللي احنا او الدنسيتيز اللي احنا شفناها دي نعمل لها نشيلها. في ناس تقول لا احنا نعمل فولو اب كل شويه، نعمل ريجولار ماموجرافي كل شويه ايه نعمل فولو اب ونشوف الايه الدنيا فيها بروجريشن ولا لا، تمام؟ ليه بقى المشكله دي موجوده؟ زي ما قلت لك كده في اول المحاضره، لان اللوبولار كارسينوما انسايتو المشكله ان هي بتبقى مالتي سنتريك، بتبقى تطلع في حتت كتيره من البريست وغالبا بتبقى بايلاترال، يعني هتشيل هنا ولا هنا، هتشيل الحته دي ولا الحته دي، وغالبا لو شلت ناحيه ممكن المالجنسي يطلع في الناحيه الثانيه في الكونترالاترال بريست. وطبعا مش كل الناس هتتقبل فكره انها تعمل بايلاترال ماستكتومي كبروفيلاكتيك او بروتكتيف سيرجري انها ما يجيلهاش بريست كارسينوما، لان الريسك برده مش معدي 1%، فممكن ما يجيلهاش، تمام؟ فعشان كده هتلاقي الحته بتاعت اللوبولار كارسينوما انسايتو دي فيها كلام كتير وفيها يعني ايه ديبيت ياما قوي، تمام؟ اللي انت تعرفه عن اللوبولار كارسينوما انسايتو انها بتبقى مالتي فوكال مالتي سنتريك، بتبقى بايلاترال، الريسك اوف كارسينوما فيها مش عالي، الكارسينوما اللي بتيجي بعدها ممكن تيجي انفلتريتنج ضغطل او انفلتريتنج لوبولار كارسينوما، مش شرط يعني ان عشان هي انسايتو لوبولار ان يجي معاها انفيزيف لوبولار، لا ممكن يجي معاها انفيزيف ضغطل كارسينوما. طيب الانفيلتريتنج لوبولار كارسينوما دي بتمثل حوالي 10% من الانفيلتريتنج بريست كارسينوما، وغالبا بتبقى مالتي سنتريك وبايلاترال. يعني ايه مالتي سنتريك؟ يعني موجوده مثلا في الابر اوتر كوادرنت وفي اللور انر كوادرنت، تلاقي مالتيبل ايه ماسز كده في البريست، وممكن تبقى بايلاترال على الناحيتين. طبعا هي مور استروجين بوزيتيف عن الاي دي سي، لان طبعا اللوبيولز بتبقى حساسه اكتر للاستروجين والاستروجين ريسبتور موجوده فيها اكتر بكتير من الابيثيليال سيلز بتاعه الدكتس، ده حاجه تبع الايه النورمال. لكن البروجنوزز بتاعها شبه الاي دي سي بالظبط، ما يختلفش عنه حاجه.
بروسلي تيومر غالبا بيبقى بورلي سيركمسكرايبد رابري تو هارت ماس، ممكن يكون ديفيوز ما انتش قادر تمسك ماس معينه، لان تيومر بيبقى زي ما بنقول لك كده ديسكوهيسيف سيلز، يعني سيلز ماشيه كده كل واحده ماشيه لوحدها كده، ماشيين خيوط وخطوط زي ما هنشوف دلوقتي. فانت ممكن ما تبقاش عارف حدود الماس فين، الماس فين اولها فين واخرها فين، فين المالجنت تيومر في البريست سبيسمن اللي جايه لي دي، وممكن تلاقي نفسك بتمرر العينه كلها عشان تقدر ان انت فعلا تحدد الايه السايز بتاع الايه تيومر، لان السايز التيومر ده مهم جدا في الايه في الاستيجنج والتي ان ام ستيجنج، تمام، وبالتالي مهم في البروجنوزيس كبروجنوستيك فاكتور، فلازم نحدد فعلا السايز اوف ذا تيومر. فدي بتبقى مشكله ساعات في اللوبولار كارسينوما، لان هي بتبقى ممكن تكون ديفيوز انفلتريتنج ماس، ما اناش قادر احدد الايه الدايمنشنز بتاعتها في السبيسمن بتاعتي. تمام، ليه بقى؟ لان زي ما هنقول كده في الميكروسكوبيك بيكتشر اهو، ان التيومر سيلز بتبقى سمول تو ميديوم سايز سيلز، وغالبا بتبقى ماشيه في حاجه اسمها ايه انديوم فايل، او اللي هو ايه كوردز كده من الخلايا، الخلايا ماشيه في طابور كده ورا بعضها. اول واحد شافها او العالم اللي شافها ميكروسكوبيكالي قال لك ان هي عامله زي الانديوم فايل. يعني ايه الانديوم فايل؟ يعني زي الجنود الهنود، الهنود الجنود بتاعهم، الجنود في كل حته بشكل عام يعني بيمشوا ايه في طابور واحد ورا الثاني ورا الثاني كده. فدايما لقوا ان اللوبولار كارسينوما برضو الانفلتريتنج لوبولار كارسينوما بتعمل الانديوم فايلنج ده، اللي هو ايه انه الخلايا بتمشي طابور كده ورا بعضها، واحده ورا الثانيه ورا الثانيه كده، تمام. فده اللي بيديها الانفلتريتيف ايه يعني ان هي بتبقى جروسلي انفلتريتيف، وما انتش عارف تحدد الحدود بتاعه الايه الماس بتاعتك. ليه؟ لان التيومر سيلز قلنا انها ديسكوهيسيف، مش ماسكين في بعض، ما بيمشوش في صوره شيتس ولا نستس ولا تجمعات ولا اي حاجه، هي كل واحده كده ماشيه لوحدها بس ماشيين ورا بعض. فبيعملوا لي الايه الانديوم فايل او الايه السنجل كوردز كده من الايه من التيومر سيلز. واحيانا بقى لما يقابلوا ضغط او يقابلوا اي ليومينال ضغط او حاجه، يعملوا حاجه اسمها ايه تارجيتويد ابييرنس. يعني ايه؟ يعني يبقوا كونسنتريكلي اراوندد حوالين الايه ارينجد حوالين الضغط دي، زي نشوف الصور احسن هي اللي هتوضح. تمام، اللي على الشمال اللي فوق ده، ده الايه منظر السكريننج بتاع البريست كارسينوما. انت من بعيد كده حاسس ان في حاجه بس ما انتش عارف هو ده ايه، ده ممكن يكون انفلاماتوري سيلز ولا دي ايه الخلايا الصغيره اللي عامله انفلتريشن دي. هتبتدي تكبر عليها هتلاقي فعلا ان التيومر سيلز شايف عامله حاجه اسمها الانديوم فايلنج، كل خليه ماشيه لوحدها ولكن هم ماشيين في ايه زي حاجه زي طابور كده، كل شايف الخلايا كلهم ورا بعضهم، والسايز بتاعها يعني سمول تو ميديوم سايز سيلز. طبعا ما فيهاش ما بيبقاش فيها بليومورفيزم عالي، الا في نوع واحد كده اللي هو البوليمورفيك لوبيولر، ده بيبقى هاي جريد شويه عن العاديين، لكن معظم اللوبيولر كارسينوماز تبقى الجريد بتاعتها قليله والبليومورفيزم فيها مش عالي ولا الميتوزيس. الخلايا بس اللي بيميزها اللي هو حكايه الانديوم فايل دي، الخلايا كل واحده ماشيه لوحدها ايه في طابور كده. وزي ما قلنا لما بيقابلوا ضغط او كده بيعملوا ايه؟ بيعملوا اللي هو الكونسنتريك ارينجمنت ده، برده هم شايفين هم برده ماشيين هم كل واحده لوحدها بس لافين حوالين الايه؟ حوالين الضغط او التيوبيول اللي هم شايفينها دي. ده بيديني منظر التارجيتويد ابييرنس. تمام؟ يبقى اللوبيولار كارسينوما الانفيزيف دي غالبا تبقى ممكن تبقى بايلاترال او مالتي سنتريك، بتبقى الماس فيها ممكن ما تبقى ديفيوز ماس او تبقى انفلتريتيف مارجن، ده اكيد. والميكروسكوبيكالي لما بنبص عليها بقى تحت الميكروسكوب الخلايا بتبقى ديسكوهيسيف، فبتمشي ايه سنجل باترن كده اللي هو بنسميه انديوم فايل باترن. تمام، ولما بتقابل ضغط او تيوبيول بتعمل حواليها كونسنتريك ارينجمنت بالمنظر ده، تديني منظر اسمه التارجيتويد ابييرنس، كانه تارجت يعني. تمام، شايفين المنظر ده مميز جدا للايه اللوبيولار او الانفلتريتنج لوبيولار كارسينوم. واحيانا بقى نشوف معاها انسايتو ضغطر او انسايتو لوبيولار ليجن. تمام كده، يعني احنا كده معتبر غطينا معظم الايه المورفولوجيك تايبس بتاعه البريست كانسر اللي هي تهمنا. قلنا في حاجات تانية بقى زي الادينويد سيستيك، زي السكريتوري ابوكراين، حاجات كتير تانية كتيره في البريست، انواع كتيره برضو من البريست كانسر ممكن نشوفها. احيانا بقى حاجات مش سبيسيفيك للبريست خالص زي الميكو ابيدرمويد كارسينوما، حاجات تانية مثلا انجيو ساركوما، دي برضو ممكن نشوفها في البريست، لكن احنا طبعا هنا بنركز على الايه الحاجات اللي هي تهمنا اكتر كاندر جرادويت. تمام،
بعد كده الـ spread of breast cancer زي أي كانسر ممكن يبقى فيه direct spread أو lymphatic spread أو blood spread. تمام؟ direct spread ده للـ overlying skin أو الـ underlying chest wall، إنها تبتدي تعمل invasion للـ chest wall muscle زي الـ pectoralis major أو الـ pectoralis minor muscle، وده طبعاً بتبقى حاجة ليها bad prognosis، ده بينقلنا على طول لـ stage 4. تمام؟ إن يبقى فيه سوري في tumor size يعني للـ T4. تمام؟ الليمفاتيك سبريد ممكن يكون عن طريق حاجتين، يا اما الليمفاتيك امبولاي اللي هو الحاجه العاديه ان التيومر سيلز تبتدي تعمل انفيجن للليمفاتيك فيسلز وتروح على الدريننج ليمف نودز. الدريننج ليمف نودز زي ما اخدتوا اكيد في الاناتومي، في حاجات رايحه على الاجزله وحاجات رايحه على الايه الانترنال ميموري ليمف نودز او اللي هي او الانترا ميموري ليمف نودز. تمام؟ فده ممكن يعني يحصل سبريد للايه للاجزيلري او الايه الميموري ليمف نودز، ده طبعا بيفرق فيه الستيجنج برضه. تمام؟ ده بالنسبه للليمفاتيك امبولاي. طب في نوع تاني بقى من الليمفاتيك سبريد بيحصل غالبا في البريست برضه اللي هو الليمفاتيك بيرميشن. يعني ايه؟ يعني ان التيومر سيلز يحصل لها جروس انسايد ذا ليمفاتيك فيسلز وتبدا تعمل لي ليمفاتيك اوبستراكشن. تمام؟ فالليمفاتيك اوبستراكشن ده هيبقى مانيفيستد في صوره ايه؟ في صوره ليمفاتيك اديما. تمام؟ فيجي السكن اوفرلاينج ذا بريست يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه اديما في السكن اللي هي بنسميها البودورانج، يدينا منظر بقى الايه؟ البودورانج، او المنظر الثاني اللي هو الكانسر انكريسي او الكورسيه، ده اللي هو زي ما قلنا بيبقى معاه شويه انفلاميشن وريدنس كده وإريسيما على السيرفيس اوف ذا سكن اوف ذا بريست، وده ممكن يتعالج فترات طويله جدا على انه ان ده درماتايتس او نوع من الاكزيما في السكن، وما يبقاش حد منتبه خالص ان ده يكون نوع من المالجنت بريست تيومرز. تمام؟ لان ممكن ما يبقاش معاه اندرلاينج ماس، تكون بس التيومر كله انتشر في الانتروديرمال ليمفاتيك فيسل وعمل لي الايه المنظر بتاع الايه الكانسر انكورسي ده. تمام؟ ده بالنسبه للليمفاتيك بيرميشن. بعد كده طبعا البلاد سبريد ممكن يحصل ليه اللنج او الليفر او البول، اي مكان في الجسم ممكن يروح له سبريد من الايه من البريست كانسر. طبعا الستيجنج اوف بريست كانسر اتكلمنا عليه في المحاضره بتاعت امبارح، وقلنا ان احنا بنعتمد على تي ان ام ستيجنج اللي هو تيومر سايز والليمف نود ستاتس والميتاستاسيس. الحته بقى بتاعت الليمف نود دي مهمه جدا، وبتعمل برضو عليها ريسيرشز كتير جدا وحاجات كتير بتتقال في المؤتمرات على الليمف نودز والاجزيلري ليمف نودز. طبعا اي عينه بريست بتجيلنا بيبقى معاها دايما غالبا يعني بيبقى عاملين اجزيلري ايفاكيويشن، يعني شايلين الاجزله، لان هو ده السايت الكومن اللي بيحصل فيه سبريد من البريست كانسر للاجزيلري ليمف نود. فبنبتدي طبعا نعمل ديستكشن للاجزله دي ونطلع الليمف نودز اللي احنا بنشوفها كلها، اي ليمف نود شاكين ان هي سواء فيها او ما فيهاش، هي اي ليمف نود بتقابلنا في الاجزله واحنا بنعمل ديستكشن بناخدها. تمام؟ وبنعد بقى العدد ده كله وبنشوف بقى مايكروسكوبيكالي ايه اللي فيه تيومر انفيجن وايه اللي ما فيهوش، وبنعد بقى دي من دي كام، 3 من 5 3 من 7 4 من 10 كام واحده من اللي احنا طلعناهم بوزيتيف من العدد الكلي. تمام؟ في حاجه تانية بقى اسمها السنتينل ليمف نود بايوبسي، دي بقى بتتعمل في الجراحه اللي هي اول ليمف نود بيروح لها التيومر. تمام؟ دي برضو حاجه مهمه في الايه في البريست باثولوجي. بعد كده الستيجنج ده طبعا برضو بيعتمد بقى الاول على الايه على التي ان ام اللي هو ستيج 0 اللي هي بتبقى تي اي اس كارسينوما انسايتو، دي طبعا ما بيبقاش معاها ليمف نود ميتاستاسيس ولا ديستانت سبريد. ستيج 1 ده اللي هو تيومر بيبقى تي 1 اللي هو اقل من 2 سم. تمام؟ ده برضو غالبا ما بيبقاش معاه لا ليمفاتيك سبريد ولا ديستانت سبريد. التو اي وبي ده بقى طبعا الجدول اهوت عندنا، هنعرف بقى الايه الحاجات دي كلها. ناس هتقول لي نحفظ الجدول، لا مش مطلوب طبعا اننا نحفظ الايه الجدول، بس نبقى عارفين الستيجنج بيتعمل ازاي. تاني البروجنوستيك فاكتورز اوف انفيزيف بريست تيومرز، طبعا احنا عارفين اتكلمنا برضو عليها امبارح كل البروجنوستيك فاكتورز، بس بما اننا اتكلمنا النهارده عن المورفولوجيكال تايبس اوف بريست كانسر فكان لازم برضو نفكرنا بالايه بالبروجنوستيك فاكتورز اللي هو زي الديستانت ميتاستاسيس، ده الاهم اهم حاجه بندور عليها الاول، وبعد كده الريجنال ليمف نود سبريد. تمام؟ اللي هو الان، وبعد كده التيومر اللي هو عكس التي ان ام الام ان تي، يبقى الديستانت ميتاستاسيس دي اول حاجه اللي هو بلاد سبريد، فده بيحولنا لوكالايزد مالجنت تيومر لسيستميك ديزيز، انت خلاص بقى عندك مالجنت تيومر منتشر في الجسم كله، فخلاص بقى انت ما بتبقاش مهتم بالبريست نفسه، خلاص انت مهتم انك تعمل لوكالايزيشن لكل الايه
مالجنت تيومر اللي بقى منتشر عندك في الجسم ده. تمام. بعد كده الريجنال لينف نودز طبعا العدد بقى بتاعها والحاجات اللي زي كده. تمام. بعد كده التيومر سايز والهيستولوجيكال جريد، وقلنا ان التيومر اللي هو بالذات الانفلتريتنج داكتر كارسينوما هي دي اكتر واحده بنعمل لها جريدنج، والجريدنج بيعتمد على ايه؟ على التيوبيول فورميشن والميتوتيك فيجرز والنيوكليار بوليمورفيزم. بعد كده الاي ار والبي ار والهير تو اكسبريشن، عشان احنا ده اللي بنقولنا عليه اللي بيعمل الموليكولار كلاسيفيكيشن، بنشوف بقى هي تبع انهي جروب، هل هو اليومينال، هل هو بيزل لايك، هل هو هير تو انريتشد، عشان نبتدي ندي التارجت ثيرابي بتاعتنا. فده طبعا برضو مهم جدا، زي ما قلنا بقى روتين دلوقتي اي عينه بريست على طول بتعمل لها الروتين الاي ار والبي ار والهير تو والكي اي 67. تمام. اذر بروجنوستيك فاكتورز بقى حاجات بنشوفها احنا في تقرير الباثولوجي طبعا ولازم نكتبها، زي الليمفوفاسكولار انفيجن لو لقينا السبيشال هيستولوجيكال تايب ان هي هتبقى مثلا تيوبولار كارسينوما، فده طبعا بتبقى ويل ديفرنشيتد وبتبقى غالبا جريد 1، فده بيبقى مور جود بروجنوزس. تمام. غير انها تبقى ميتابلاستيك كارسينوما، تمام، ده بتبقى جود بروجنوزس باد بروجنوزس. فدي حاجات بقى الايه الهيستولوجيكال تايب او السبيشال تايب من البريست كارسينوما. الريسبونس تو كيموثيرابي والجين اكسبريشن بروفايلنج، طبعا مش كل الناس تقدر تعمل جين اكسبريشن، لكن احنا قلنا ان احنا بنستخدم الاميونو هيستوكيمستري كسروجيت ماركرز للاي للجينز عشان نقدر نعمل الموليكولار كلاسيفيكيشن، عشان نقدر نحدد الثيرابي اللي البيشنت هيستفاد منها وايه اللي هو ما ينفعش ياخده، لان هو زي مثلا التريبل نيجاتيف ما ينفعش ياخد هرمونال ثيرابي، هو مش هيستفيد منها بحاجه لان هو كده كده اي ار نيجاتيف وبي ار نيجاتيف، ولا هينفع ياخد التارجت ثيرابي اللي هو الهيرسبتين علشان هو برده هير تو نيجاتيف. تمام. فدي أهمية البروجنوستيك فاكتورز للإنفيزيف بريست كانسر. بعد كده الديزيز اوف ذا ميل بريست مش هناخد فيها حاجه يعني كتيره، هو بس حابين نقول لك ان في حاجه اسمها جاينيكوماستيا. يعني ايه جاينيكوماستيا؟ يعني انلارجمنت اوف ذا ميل بريست. تمام. وده ممكن يكون يونيلاترال او بايلاترال، وده له اسباب كتير قوي، من اهمها طبعا الاستروجين اكسس، يعني ان يكون في زياده في الليفل اوف استروجين في البلاد، وده غالبا بيبقى مع لو هو شخص عادي ما فيش مش ما عندوش حاجه، يعني غالبا بيبقى عنده كرونيك ليفر ديزيز او ليفر سيروزس او فايبروزس، فده طبعا بيقلل الايه الابيليتي او قدره الليفر على انه يعمل ديتوكسفيكيشن للاستروجين او ان هو يعمل له الاستروجين ميتابوليزم، فبيفضل الاستروجين ليفل في البلاد عالي، فبيروح يعمل لي شويه هايبربليجيا كده في الايه في البريست تيشو، فبيعمل لي الجاينيكوماستيا. تمام. الاستروجين برضو ممكن يبقى طالع من حاجه اسمها الاستروجين بروديوسنج تيومر زي السرتولي سيل تيومر في التستس. تمام. او ممكن يكون البيشنت ده بياخد استروجين ثيرابي مثلا فور تريتمنت اوف بروستاتيك تيومر. تمام. البروستاتيك تيومرز غالبا بتبقى تستوستيرون ديبندنت. تمام. فايه الحاجه اللي نديها تعاكس التستوستيرون؟ هو الاستروجين. ممكن في ناس بتتعالج بالهرمونال ثيرابي انها تاخد استروجين، فده ممكن يعمل لها ايه جاينيكوماستيا. كمان في بعض الدراجز كومن قوي ناس كتير بتاخدها اللي هو زي حاجه اسمها الديجيتاليس. الديجيتاليس ده بيتاخد فيه الهارت فيلير، ففي ناس كتيره جدا ماشيه عليه، فبرضه ممكن يعمل لها اللي هو الجاينيكوماستيا، وممكن يكون ايديوباسيك، وممكن يكون حاجه تبع الاوبيسيتي، لما بتلاقي الناس اوبيس شويه او اوبيس حبه كتير يعني بيبقى برضه عندهم جاينيكوماستيا ده، بس ده بيبقى اكسسيف فاتي تيشو. تمام. يبقى ده اللي هو الجاينيكوماستيا. بعد كده في كارسينوما اوف ذا ميل بريست، هي برضو غالبا بتطلع ك اي دي سي انفيلتريتنج داكتال كارسينوما، ولكن البروجنوزس بتاعها بيبقى باد بروجنوزس عن الاي دي سي بتاعه الفيميلز. ليه؟ لان طبعا هنا البريست تيشو هنا ديفكتيف، مفيش بريست تيشو كتير، فبتبقى سهل قوي انها تعمل ايرلي انفيجن للشست وول ماسلز والبلاد والليمفاتيك سبريد، على عكس طبعا الفيميل بيبقى فيه اكسسيف فاتي تيشو او فيه فات كتير، فالاول بتعمل ماس وتعمل انفيجن للفات اللي حواليها وكده، فبتبقى على يعني تلحقش تعمل يعني قصدي انفيجن للشست وول ماسل، على عكس الايه الميل بريست على طول بيبقى فيه ايرلي انفيجن للشست وول، فده طبعا بيبقى باد بروجنوز. تمام. ده بالنسبه للديزيزز اوف ذا ميل بريست. كده احنا تقريبا خلصنا كلامنا على البريست، زي ما قلنا احنا طبعا ما اتكلمناش في كل حاجه بالتفصيل او كده، لكن احنا حاولنا ان احنا نغطي المواضيع الاساسيه والمواضيع المهمه زي الكوزز اوف بريست ماس، الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، بعض البيناين تيومرز اوف ذا بريست، طبعا الريسك فاكتورز اوف بريست كانسر مهمه جدا، المدلري كارسينوما اوف ذا بريست، الباجيت ديزيز اوف ذا بريست، البروجنوستيك فاكتورز، طبعا دي كلها الحاجات اللي هي ايه
الاساسيه في البريس. طبعا الانفلتريتنج دكتور كارسينوما دي غنيه عن التعريف، يعني مش هقول لك ان انت ذاكرها، انا ممكن اقول لك ما تذاكرش غيرها. يعني الاي دي سي ده البروتوتايب اوف بريست كارسينوما، مفيش حد ما يعرفوش، تمام. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا يعني استفدتوا، وان احنا نكون غطينا المواضيع الاساسيه، وان شاء الله يعني يكون بتوفيق باذن الله. يعني حد عنده اي سؤال؟ Thank you, doctor. Thank you. دكتور بس كان بدي أتأكد منك بس. التريبل نيجاتيف كارسينوما، أنت قلتي لي إنه الماركر فيها للماي إبثيليال سيلز